تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب اليوم بفريق العمل معايا في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، في التنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا من خلال هذا البرنامج نذكركم بأرقام التواصل، ونستقبل اتصالاتكم وآراءكم وملاحظاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعينا الأعزاء، قبل لا ناخذ فقرة التوعية بناخذ هذا الخبر من جيلياد للأدوية. شركة جيلياد للأدوية تخطط لإنتاج 2,000,000 جرعة من ريمتسفيل بنهاية 2020. قالت شركة جيلياد ساينسز للأدوية يوم الاثنين أنها تخطط لإنتاج أكثر من 2,000,000 جرعة من عقارها ريمدسفيرز الخاص بعلاج مرض كوفيد-19 بنهاية العام، والبدء في تجارب لإنتاج نسخة تؤخذ بالاستنشاق في أغسطس آب. وريمدسفير الذي يحقن في الوريد على خط المواجهة ضد الفيروس بعد أن أثبتت تجارب سريرية أنه يقلل الوقت اللازم للتعافي في المستشفى من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا. وقالت أيضا الشركة أن التركيبة التي تعتمد على الاستنشاق سوف تتيح سهولة الاستخدام أيضا خارج المستشفى. وأما الآن مستمعين الأعزاء، ومع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سامية خالد، وموضوعنا اليوم عن تغذية مرضى التليف الكبدي. صباح الخير أستاذة سامية. صباح النور والسرور أستاذ عبد الله وجميع المستمعين الكرام. الله يحييك، ونسمع منك إن شاء الله أكثر عن موضوع تغذية مرضى التليف الكبدي. نعم سيد عبد الله، اليوم اخترنا موضوع التليف الكبدي. هو عبارة عن مرض للأسف منتشر، وفي أعداد كبيرة من المرضى يعانوا من هذا المرض. مرض التليف الكبدي هو مرض مزمن، لكن يمكن علاج أعراضه والحد من مضاعفاته بالعلاج الطبي، ضروري جدا طبعا. لكن مع العلاج الطبي يجب أن يخضع المريض أيضا إلى نظام غذائي. هناك العديد من الأغذية التي تزيد من تفاقم المرض سوءا، وهناك أغذية بالعكس ممكن أنها تساعد على منع حدوث مضاعفات ممكن لا قدر الله تؤدي إلى وفاة المريض. فنتكلم بالبداية عن الأطعمة التي يجب تجنبها لمريض تليف الكبد. مريض تليف الكبد يجب عليه الابتعاد تماما عن تناول المشروبات الكحولية. الكحول يجعل الكبد يعمل بشكل أصعب، يعني إحنا الكبد هو مصفات الجسم ومصنع الجسم للعديد من الفيتامينات والمعادن، فهو عضو جدا جدا مهم بالنسبة لنا. فبالتالي أي خلل في وظائفه لا قدر الله ممكن أنه يؤدي إلى مشاكل، ممكن لا قدر الله بالنهاية توصل إلى الوفاة. فيجب الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية لأنها تزيد الضرر. ثانيا الحد أو التقليل قدر الإمكان من الأطعمة المالحة. سيد عبد الله، يعاني مرضى تليف الكبد بسبب المرض نفسه من احتباس السوائل، لأنه إحنا قلنا الكبد هو عضو مهم، فمن وظائفه أيضا أنه يسيطر لنا على عملية تنظيم السوائل في الجسم. صحيح. حدوث خلل فيه يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم. السوائل على علاقة طردية مع تناول الأملاح. أنا كل ما تناولت ملح في أكلي أكثر، كل ما كان ارتداد السوائل للجسم وعدم تصريفها خارج الجسم أكثر. نعم. فهذا كمان يؤدي إلى تفاقم في المشكلة. وإحنا بنتكلم لما نتكلم عن الملح نقصد فيه ملح الطعام، ونتكلم فيه عن الأطعمة التي يضاف إلها الملح. صحيح. مثل الأطعمة المعلبة، مثل اللحوم المعلبة، الشيبس،
الأجمان المالحة والمكسرات المالحة وما إلى ذلك. فهذه يجب إنه الحذر منها وقراءة الملصقات الغذائية جيدا للشخص الذي يعاني من مرضى تليف الكبد. ثالثا كمان مرضى تليف الكبد ممكن يتضرروا كثير من الأطعمة اللي تنقل العدوى أو اللي فيها بكتيريا. طبعا سيد عبد الله احنا بنعرف البكتيريا موجودة طبيعيا في معظم الخضار والفواكه وفي أكلنا، موجودة البكتيريا حوالينا في كل مكان، لكن لما احنا ناكل غذاء ملوث أو فيه بكتيريا هون بصير احنا يعني سهلنا دخولها للجسم. نعم صحيح، وبالتالي هون الضرر أكبر. فهنا ننتبه إنه مثلا البيض لما نطبخه نطبخه طبخ جيد، البيض يحتوي على بكتيريا قدر الله تزيد من تفاقم المرض، فنحرص أن البيض ما يكون نصف استواء أو نصف تكون درجة الطهي مش كاملة، لا لازم يكون مطهو جيدا. ولما نختار منتجات الألبان والأجبان يجب أن تكون مبسترة أو اللي إحنا بنسميها معقمة، يعني إحنا قضينا فيها على كل البكتيريا، وهذا في الجميع سيد عبد الله موجود. يعني أنا لما بختار اللبن أو الحليب أو منتجات الألبان مكتوب مبستر أو معقم حراريا أو معالج حراريا، معناها أني أنا خالق يعني البكتيريا الطبيعية اللي موجودة فيها واللي ممكن تؤثر مش موجودة. فبالتالي هذه من الأشياء ضرورية جدا المحافظة على نظافة الطعام وطبخه جيدا. صحيح، نتكلم بالجانب الآن. نعم تفضلي. أنا قصدي يعني تأكيدا على كلامك أستاذة سامية هي يعني ثقافة الشخص نفسه، لأن اليوم مثل ما أنت تفضلتي في الجمعيات أي علبة نحن نشتريها من الأغذية موجودة عليها اللاصق الخلفي، هذا موجود فيه كل المعلومات اللي يحتاجها، ولكن هي في النهاية يعني ثقافة الإنسان هذا لابد أنه يكون حريص بأنه يقرأ كل هاي المعلومات اللي موجودة على أساس أنه يتأكد يعني في أثناء تناول هاي الأكل يعني في موالح زيادة، في نسبة دهون، في كربوهيدرات، في بروتينات، ففي النهاية يرجع إلى ثقافة الشخص نفسه. يعني انت يعني تكلمت وركزت على اهم نقطه. يعني احنا دائما نتمنى من اخواننا اللي بيروحوا بيتسوقوا نحكي لهم احنا دائما النظام الغذائي يبدا من التسوق الصح. صحيح. انا لما بدي اعيش صح لازم ثلاجتي تكون صح. لما بدك تعمل نظام غذائي لنفسك لازم تعمل نظام غذائي لثلاجتك في البدايه. صحيح. هذا تاكيد على نقطتك مهمه جدا انه قراءه الملصقات الغذائيه. واحنا في هيئه الصحه في دبي وفي معظم المؤسسات الحكومية في قسم التغذية نعطيهم حتى مثل كتالوج أو بروشور يوضح شو هالنسب، لأن في مرات أستاذ عبد الله مثل نسب كأرقام. نعم صحيح. مثلاً نسب. فإحنا كمان نفسر لهم شو هاي النسب، فبالتالي هنا بيختار صح وبإذن الله ما بيكون عنده مضاعفات، أو إذا كان حابين يلتزم بأي نظام غذائي هو بيكون اختار المنتجات والمحتويات الصح. أستاذ سامية أدركنا الوقت الحقيقة وحديثنا شيق معك، وأكيد إن شاء الله في الحلقات القادمة بنكمل الموضوع، ولكن شكرا جزيلا لك الأستاذة سامية خالد اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا. صباحكم سعادة إن شاء الله. شكرا لك. شكرا مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل وبعد الفاصل حديثنا اليوم عن التقنيات الذكية ونظام حصانة مع الدكتورة أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات بهيئة الصحة بدبي، وبنتكلم عن كثير من البرامج وعن المبادرات اللي تطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخرا، ولكن كل هذا بعد الفاصل. خلكم ويانا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال هذا البرنامج مستمعين الأعزاء نستقبل اتصالاتكم وملاحظاتكم على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وهيئة الصحة بدبي خلال السنوات القليلة الماضية من تحديث وتطوير البنية التقنية وجميع أنظمة منشآتها الطبية ومرافقها التي أصبحت الآن واحدة من أفضل النظم الذكية عالية المستوى، وهو ما مكن هيئة الصحة بدبي من تبني العديد من المبادرات والبرامج والتطبيقات الذكية التي تستند في تنفيذها إلى الحلول الذكية. واستهدفت أيضا هيئة
هيئة الصحة بدبي من كل ذلك خدمة الناس وتوفير منظومة صحية ورعاية طبية متكاملة وفائقة المستوى أيضا، سواء في الجانب التشخيص أو الوقاية أو العلاج. وخلال طبعا ذروة مكافحتها لفيروس كورونا كوفيد-19 نفذت الهيئة العديد من البرامج والنظم الوقائية المعتمدة على بنيتها التقنية القوية، ومن بينها نظام حصانة. مستمعين الأعزاء، وللتعرف إلى الجانب التقني لهذا النظام المميز وإمكانياته، يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة أماني الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. دكتورة أماني، صباح الخير. صباح النور، هلا مرحبا، كيف حالكم؟ الله يحييك دكتورة. نحن طبعا يعني يوم نتكلم عن البنية التقنية لهيئة الصحة نغيرها، نخليها يعني قاعدة متينة الحقيقة من الخدمات. تشكرون عليها دكتورة أنت الحقيقة وجهودكم الجبارة وفريق العمل اللي معاك، يعني بشكل مستمر مبادرات وأنشطة ذكية وحلول ذكية، والهدف منها دائما يعني سعادة المتعاملين. فكل الشكر والتقدير لك دكتورة أماني الجسمي وفريق عملك المبدع. الله يخليك، شكرا جزيلا وشكرا على تحت هالفرصة. حقيقة يعني الجائحة كانت بالنسبة لنا تحدي كبير، صحيح، ولكن الاستثمارات اللي سويناها في البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية كانت صراحة يعني خذينا ثمارها في هالمرحلة. كانت من أهم التحديات كانت عندنا إن هي كيف إحنا نوفر الخدمات الطبية بطريقة يعني عن بعد. فكانت طبعا أهم التحديات كانت عندنا إن المرضى كانت حضورهم للعيادات والمستشفيات كانت تحدي كبير بالنسبة لنا. فالحمد لله نحن استثمرنا في نظام التطبيب عن بعد وهو الطبيب لكل مواطن. فكان هذا الحمد لله القاعدة الأساسية اللي الأطباء في العيادات يستخدموها، صحيح. فالحمد لله أكثر عن 30,000 موعد من شهر ديسمبر لين حاليا الـ يعني فيرتشوال مثل ما يقولون، اللي هي مواعيد الافتراضية. فها ساهم لتقليل الزيارات للمستشفيات كانت أو العيادات للرعاية الصحية، وهي كانت يعني من الأشياء اللي فساعدتنا كثيرا في هالمرحلة، صحيح. طبعا نظام سلامة بعد، لأن أصبحت الأنظمة كلها أو ملفات المرضى إلكترونيا، كانت تحويل أو استحداث أنظمة جديدة في هالمرحلة سريعة. مثلا قمنا بصار إجازات المرضية إلكترونيا، صار شهادات الشفاء خصوصا لمرضى كوفيد، إن بعد مرحلة الشفاء لازم نصدر لهم شهادات إلكترونية لجهات عملهم، فقمنا أيضا بتوفير ذلك. فإحنا سهلنا كثير من الأمور، صحيح. إضافة لذلك أيضا أطلقنا خدمة الواتساب للمرضى الكوفيد، نعم، تقنية الذكاء الاصطناعي. فهاي كانت من الأشياء اللي كانت يعني جنى ثمارها. طبعا كان تحدي كبير بالنسبة لنا اللي هي نظام إلكتروني لمراقبة ولتنظيم عملية مثل ما يقولون التقصي والمسح للمرضى كوفيد. فالحمد لله هيئة الصحة استثمرت وطبقت، يعني الحمد لله من حسن حظنا ان احنا من تقريبا من سنة وسنة ونص كنا بادين مشروع حصانة، وهو نظام متخصص للصحة العامة لمراقبة الأمراض المعدية والأوبئة، وكان خلال ربط بالمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة. فالبنية التحتية كانت موجودة، فكان تفعيل النظام بشكل كبير لجائحة كوفيد كان سريعة جدا. الحمد لله فعلناها وربطنا مع الجهات الخاصة والمختبرات الخاصة، لأن احنا شفنا ان كثير من الاختبارات كوفيد مو بس في هيئة الصحة، مش بس مستشفيات الصحة، أيضا في القطاع الخاص. لكن لتوحيد
المدخلات كلها، لأن القيادة يبون يشوفون جميع الحالات بغض النظر هل إذا كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام. فإحنا وحدنا وبنينا بنية تحتية يعني مترابطة مع القطاع الخاص، تقريبا 11 مختبر خاص إحنا ربطنا معهم، فالنتائج توصل لنا يعني إلكترونيا يعني على طول لما النتائج توصل، وتكون مربوطة بعد بهيئة الطوارئ الاتحادية إنسيما، ومربوطة أيضا بتطبيق الحصن للحكومة، ومربوطة أيضا بتطبيق كوفيد 19 اللي هي الهوم ايزوليشن أو العزل المنزلي. فيعني كان صراحة يعني جهد مشكور صراحة لجميع العاملين من الفنيين وحتى الأطباء، كان لهم دور كبير في تسجيل هالأنظمة. فيعني كانت احنا من الأوائل البلدان اللي عندنا قاعدة بيانات موحدة في نظام واحد الحمد لله. دكتورة ماني، مو بقاعدة، هاي خرسانة ما شاء الله من الـ من الـ من الـ البنية التحتية للتقنيات في هيئة الصحة بدبي. الحقيقة شيء يشرف دكتورة أماني الجسمي، وشيء يعني الكل يفتخر بهاي الإنجازات وهاي المبادرات اللي يعني بشكل مستمر يعني تطلقها هيئة الصحة بدبي. الحقيقة دكتورة يعني في ظل الظروف الصحية العالمية اليوم، يعني الظرف الصحي هذا لا يختصر فقط على دولة الإمارات، إنما يعني ظرف عالمي، يعني وباء عالمي، ولكن رغم الصعوبات والظروف الصحية الصعبة، هيئة الصحة بدبي أطلقت يعني مشاريع تمس الحقيقة سعادة الإنسان، وتجعله بأنه يعني ما يحس أن في هناك خلل في تلقي للعلاج. وأنتم يعني خلقتم هناك الكثير من المبادرات دكتورة أماني ذكية، بأن وصلت كل الخدمات اللي كان يسعى لها الشخص للمراكز الصحية أو المستشفيات، واستبدل الموضوع كعلاج من البيت، وطبيب لكل مواطن، مبادرة دوائي، أنظمة ومبادرات حيوية وذكية، يعني يوصل الخدمات توصل إلى منزل الشخص وأدويته توصل إلى يعني منزله. دكتورة حدثينا عن هذا المشروع وهذا الدعم الحيوي الحقيقة، يعني إذا احنا يعني تحدثنا من الإدارة العليا في هيئة الصحة بدبي وفريق التقني عندكم في إدارة تقنية المعلومات والأطباء، حدثينا عن هذا التحدي اللي صار وكيف تم يعني طرح هاي المبادرات وهاي الأنظمة الذكية في وقت كان يمكن صعب وفي تحدي. أيوة، يعني من الأشياء الصعبة يعني في إطلاق حتى حصانة أو إن إحنا ندرب اليوزر، يعني إحنا أطلقنا نظام حصانة في أكثر عن 45 مستشفى قطاع خاص، وتدريبهم يعني إحنا دربنا أكثر عن 1000 مستخدم في العيادات الخاصة والعيادات فهاي كانت بالنسبة لنا. إحنا استخدمنا نظام اللي هو الاجتماعات الفيرتشوال، استخدمنا إحنا نظام مايكروسوفت تيم، فكان التدريب كله كانت فيرتشوال، يعني كله كانت افتراضي، عشان إحنا طبعا لأن التباعد والاختلاط كان شيء مهم جدا ان احنا يعني نحط في اعتبارنا هالاشياء. فكثير من الدورات كانت عن بعد، وايضا طبيب لكل مواطن، طبيب لكل مواطن، الطبيب ممكن يكون في مكتبه، فوفرنا له الاجهزه مثل الكاميرات والسماعات، ان من مكتبه ممكن يتواصل مع جميع المرضى. فكان هذه دربنا الاطباء طبعا بعد بشكل افتراضي، وفرنا لهم البنيه التحتيه، رقينا البنيه التحتيه في المستشفيات ومن الواي فاي ومن الشبكات حتى ان نعزز هالخدمات. صراحة تعاون الأطباء، يعني أنت تتخيل الأطباء كم هم مشغولين، هم خط الدفاع الأول للهيئة، مع ذلك تعاونوا ويانا في تفعيل هالأنظمة، في حضور التدريبات، يعني كان صراحة جهد
مشكور جدا من الاطباء. وبعدين احنا حاولنا نسهل حتى لفريق الاثاره والتقصي في بعض التجمعات مثل سنغافور او مثلا نايف، فوفرنا لهم انظمه او تطبيقات ذكيه ان يسجلون المرضى عن طريق بطاقه الهويه بشكل الي، يعني عشان نقلل فتره الداتا انترينج تدخيل البيانات. فهاي سهلت لهم انهم كانوا ياخذون الصوره من بطاقه الهويه وعلى طول في فلتر لكل المعلومات للمرضى يعني او للاشخاص اللي يسوون لهم التست. فهاي كانت يعني احنا دربنا الاطباء وهم في مرحله يعني التطبيق، فكانت صراحه جهد جميع الناس مشكوره صراحه. الاطباء الخاص تعاونوا معانا صراحه، حضور الدورات ريموتلي، ادخال البيانات، يعني تخيل انهم يدخلون البيانات يوميا، وعندنا داشبورد، احنا سوينا داشبورد للقياده نشوف من خلالها عدد الاي سي يو في المستشفيات الخاصه، عدد المرضى في المستشفيات الخاصه والحكوميه. فهاكن يوميا كانوا يدخلون هالداتا عن طريق الربط او ادخال، فالداشبورد في نهايه اليوم كان للقياده ولمركز التحكم ان الصوره شامله، احنا في اي مستشفى عندنا كم مريض، كم اي سي يو افيلبل، عشان الاسعاف لما يقررون اي مستشفى يودون يعني داشبورد واضح. كلها كان طبعا بالتعاون بنية تحتية التقنية وتعاون الانديوزر من القطاع الخاص بالحكومة، فكان صراحة جهد مشكور. يعني احنا عندنا صراحة مخزون من الداتا احيلة صحيح، ممكن نستخدمها في دراسات مستقبلية. يعني كثير من الجامعات صراحة طلبوا منا هالداتا، لأن الداتا اللي موجود في الأنظمة الحالية اللي احنا عندنا ممكن يكون عليه دراسات كثيرة يعني لا سمح الله مستقبلا. فاحنا عندنا مثل listen learn كثير ممكن احنا ناخذه من البنية التحتية والداتا اللي احنا عندنا. صحيح. وأيضا دكتورة مثل ما تفضلتي بأن يعني اليوم يعني جميع المؤسسات وبالأخص يعني المؤسسات الصحية في العالم في كل برنامج، سواء إذا كان برنامج تطويري، برنامج يعني استراتيجي، يتم يعني الاستفادة مثل هاي المعلومات اللي يتم تجميعها من قبل يعني إدارة تقنية المعلومات. فهذا يخلينا نسألك دكتورة سؤال ثاني، ما هي خططكم المستقبلية؟ كيف هيئة الصحة بدبي بتستفيد الحقيقة من الداتا وبتستفيد من هذا يعني الوقت اللي يعني مثلا تم فيه تجميع الكثير من الداتا من خلال يعني طرح المبادرات والتطبيقات الذكية في مشروعاتها المستقبلية؟ طبعا لبناء أي يعني ذكاء اصطناعي أو بناء أي بزنس انتليجنت لازم يكون عندك قاعدة بيانات ثرية أو بيك داتا. احنا المرحلة القادمة ان شاء الله بيكون ان نستخدم هالبيانات لعمليات البحثية او عمليات اللي هي البريدكشن اللي هي تنبؤ. فالمرحلة القادمة من مشروع حصانة بيكون ان مش بس التقصي ولكن التنبؤ بالمستقبل. فمشروع حصانة ما بيكون بس لجائحة كوفيد، بيكون لكل الأمراض المعدية، وبيكون هي النقطة الأساسية اللي إن شاء الله عقب ما التطعيم بيكون متوفر، فهو أيضا نظام لإدارة التطعيمات. فبنستخدم نفس النظام إن شاء الله في إدارة التطعيم بعد إن شاء الله ما بيكون التطعيم جاهز، وبناء عليه بيكون في ذكاء اصطناعي وإدارة البيانات ولوحات تحكم للتنبؤ والتقصي مستقبلا. صحيح. فهاي من ناحية مشروع حصانة. من ناحية التطبيب عن بعد إحنا شفنا فعالية هالنظام صراحة. صحيح. وشفنا إن كيف تقبل الجمهور
والمرضى لهالفكرة. فإحنا حاليا بدينا مرحلة ثانية مع قطاع المستشفيات لإضافة تخصصات جديدة للتطبيب عن بعد، إن ما تكون بس تخصصات اللي هي الفاميلي أو المراجعات العادية، أيضا التخصصات يعني مرضى تخصصية أكثر. نعم التخصصية أكثر. فبدينا إن شاء الله يعني بنطلق عيادات جديدة قريبا لكل عشان نسهل على المرضى، حتى عدم يعني خصوصا المرضى اللي هم عندهم أمراض اللي هي المستمرة يعني مثل الأمراض المزمنة يعني المزمنة هي. نعم. يعني إحنا شفنا إن هالمرحلة يعني القبول كان من جهتين. صحيح. من جهة الأطباء ومن جهة المرضى. كانت قديما يعني سنة طافت لما ما كان في لهالدرجة القبول، لكن في الجائحة سبحان الله مع الاستخدام استوى القبول واستوى يعني إن الناس تقبلوا الموضوع. فإن شاء الله هاي من المشاريع اللي إن شاء الله ماشيين عليها بعد إن شاء الله قريبا إن شاء الله. الدكتورة أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك دكتورة أماني ولفريق عملك، والحقيقة نحن يعني نشكركم ونبارك لكم هاي المبادرات الجميلة اللي دائما يعني هدفها فعلا إيجاد مجتمع أكثر صحة وسعادة. كل الشكر والتقدير دكتورة. شكرا جزيلا. مستمعين الأعزاء بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل الخدمات التي تقدمها عيادة طب الأسرة بمركز ند الحمر ومعلومات أكثر حول هذا الموضوع بعد الفاصل، خلكم ويانا وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا من خلال هذا البرنامج نستقبل اتصالاتكم وأراكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. والخدمات التي تقدمها عيادة طب الأسرة بمركز ند الحمر الصحي، تقدم عيادة طب الأسرة بمركز ند الحمر الصحي خدمات متميزة للمرضى والمراجعين بشكل عام وفق أفضل البروتوكولات والممارسات العلاجية في هذا المجال. للحديث مستمعينا الأعزاء عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور علي الساعاتي أخصائي طب الأسرة بمركز ند الحمر الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتور علي صباح الخير. صباح النور، السلام عليكم، مشكورين على الاستضافة. الله يحييك دكتور، العفو. نحن الحقيقة أيضا يعني فخورين جدا بالمراكز الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، وعلى الخدمات المميزة الحقيقة اللي يعني تقدمها هاي المراكز الرعاية الصحية الأولية، وأيضا تنوع الخدمات دكتور. يعني في بداية كانت خدمات يمكن محددة، اليوم المراكز يعني تقدم خدمات شمولية وخدمات يعني مختلفة، وأيضا فيها طابع الإبداع والتميز. الحقيقة حبينا نسمع منك أكثر دكتور عن الخدمات اللي تقدمها عيادة طب الأسرة بمركز ند الحمر الصحي. هو طبعا خدمات طب الأسرة هي تتضمن الفحوصات والكشف المبكر والعلاج الكثير من الأمراض. صحيح. بس عيادة ند الحمر بالذات هي تتميز بساعات عمل على مدار الساعة. فالخدمات الموجودة عندنا في المركز هي تتضمن الكشف المبكر للأمراض المزمنة مثل السكر وزيادة الكوليسترول، خدمات كبار السن. نعم. الخدمات التخصصية مثل طب العيون، عيادة الصداق، الـ ENT اللي هما الأنف وذن الحنجرة، وعندنا بعد أشعة مثل السونار، التصوير الثدي، الأشعة العادية. صحيح. خدمات الجروح والإصابات، خدمات غيار القدم، السكري، وطبعا بعد عيادة الأسنان، تطعيمات للمسافرين، عيادة الأطفال، وأحين يعني مع هالوقت عندنا طبعا فحص الكورونا والتوعية بمرض الكورونا.
وتتضمن العيادة غرف للعزل والعلاج للحالات الحرجة. فهاي يعني وايد ساعدنا في هالفترة هذه خصوصا مع جائحة كورونا حاليا. نعم أيضا دكتور، يعني مثل ما تفضلت بأن يعني أنت ذكرت الحقيقة خدمات كثيرة، يعني المركز ند الحمر الصحي مميز من المراكز المميزة في قطاع يعني الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، يعني ليست فقط خدمات يعني طب أسرة، ولكن أيضا دكتور أنت ذكرت في خدمات تخصصية، خدمات الأنف وأذن حنجرة، الأطفال، الحوامل، الأسنان. فكيف يتم آلية العمل دكتور في المركز، يعني مجموعة الخدمات هاي المتكاملة للمرضى؟ وأيضا هناك طبعا أكيد عندكم دكتور فئات عمرية، يعني ما هي الفئات العمرية اللي مركز ند الحمر تخدم هاي الفئات العمرية المختلفة؟ أكيد. فهذه العيادات المتخصصة اللي عندنا في المركز، يعني مثل ما قلنا العيون والصداع والأنف وذن حنجرة، يعني وايد تسهل علينا. مثلا إن إذا بنخلي المرضى مثلا يكون دكتور متخصص بيقلل الوقت، مدام يعني ما نحولهم على مثلا مستشفى دبي أو مستشفى راشد بيستغرق وقت وايد طويل. فيكون الأطباء عندنا في المركز وايد يقلل من الوقت، والمرضى يشوفون دكاترة بسرعة، فوايد يسهل عليهم الموضوع. احنا الفئات العمرية اللي نشوفها في العيادة، يعني في العيادة عندنا أطباء من مختلف الخبرات الطبية والمهنية، ونستقبل جميع الفئات العمرية من ذوي حديثي الولادة إلى كبار السن. وأيضا العيادة مهيئة لاستقبال منهم من ذوي الحمم. يعني فهو حاليا مع جائحة كورونا طبعا احنا قمنا ما نشوف اليهال الاطفال الصغار، خصصنا لهم عياده اللي هي عياده المنزل، تكون عياده نسميها كلين كلينك اللي هي عياده نظيفه، فهي خاليه من الكورونا او خاليه من اي احد يكون عنده حراره مرتفعه. فتطعيمات الاطفال ويعني تحصيلات الاطفال ومتابعه النساء والحمل يكون عاده في عياده المنزل، وهذا الشيء طبعا مؤقت لين ما ان شاء الله يعني تخلص من جائحة كورونا. صحيح. دكتور علي، لو نتكلم معك اكثر عن امكانيات والتجهيزات مركز ند الحمر الصحي، يعني على نطاق الأجهزة الطبية اللي يتميز فيها المركز، أو حتى على نطاق يعني أنت ذكرت في الحديث أن كانت هناك الكثير من الخدمات يعني تقدم من مركز ند الحمر لبعض الفئات يعني المرضى من البيت، فلو تحدثنا عن هذه الإمكانيات الذكية والتطبيقات أو الأجهزة اللي موجودة اللي يميز مركز ند الحمر الصحي. صحيح. احنا في العيادة يعني العيادة مجهزة متميزة بالأجهزة الطبية المتطورة والطاقم الطبي والفنيين من مختلف الخيارات العلمية والعملية، وعندنا كافة الخدمات تقدم بمعايير وجودة عالية، وتحرص العيادة على تقديم خدمات متميزة لتعزز الرابط الاجتماعي والتوعية للمواطنين والمقيمين في الدولة. عندنا احنا طبعا برنامج طبيب لكل المواطن، احنا هاي نحرص ان نقول للكبار في السن خصوصا اللي عندهم الامراض المزمنه مثل السكر والضغط وامراض القلب ان يتابعون بالتليفون. عندنا اطباء في المركز يتابعون المرضى حق تجديد الادويه، يعني بدل ما مثلا يجون المرضى الكبار في السن للعياده وياخذون او يجددون ادويتهم، احنا نسوي لهم هاي الخدمه بالتليفون. صحيح. وتوصلهم ايضا الادويه دكتوره على اللي يعني المبادره اللي اطلقتها هيئه الصحه بدبي، تماشيا مع مبادره طبيب لكل مواطن، ايضا مبادره دوائي، فمبادره دوائي ايضا يعني تضيف خدمه مبدعه وخدمه مميزه ل يعني متعاملين هيئه الصحه بدبي، وتزيد ايضا نسبه سعادتهم الحقيقه، لان مثل ما تفضلت دكتور انه يتم تجديد الادويه من المركز ولكن توصلهم الادويه الى البيت. أكيد. فهاي وايد يعني خفف على أولاً يعني المراجعة التي في المركز، ثانياً يعني هاي حماية للكبار في السن يعني. نعم. فنقدم هالخدمة، خدمة دوائية، خدمة ممتازة، وهو يعني مجرد اتصال المريض
المعلومات، وعادة الدواء يكون عندهم في البيت يوم ثاني. خدمة ممتازة صراحة. أنا خاف دكتور ما حد يجيكم عقب العيادة، الكل يبغي العلاج عن بعد والتطبيب عن بعد وتوصل الأدوية لين البيت أيضا. هي هو في هالوقت يعني الواحد إذا ما كانت الحالة طارئة بالعكس. نعم. يعني هاي خدمة ممتازة. طبعا هاي يعني رؤية وتوجه يعني الإدارة العليا بهيئة الصحة بدبي حفاظا على صحة يعني متعامليها وحفاظا على صحتهم وسلامتهم وأيضا سعادتهم، يعني علما بأن دكتور علي كانت يعني أوضاع يعني صعبة، يعني العالم كله مر في وضع صحي صعب، ولكن هيئة الصحة بدبي أطلقت كثير من المبادرات اللي كانت يعني وما زالت يعني تهدف إلى سعادة متعامليها، ولا تم يعني انقطاع الخدمات. الحقيقة في كثير من الناس يعني تراجع المستشفيات أو المراكز الصحية لحسب حالاتهم الصحية، ولكن أيضا الأمور هاي استمرت بطرق ذكية، بتطبيقات ذكية، بتواصل مستمر بين الطبيب وبين المتعامل وهو موجود في بيته. أكيد أكيد، هو يعني مثل ما قلت هاي خدمة تكون يعني خدمة ممتازة لكل المرضى، ويعني ما حد كان يعني مثل ما تقول يعني ما حد كان جاهز لهالجائحة، وما حد صحيح كان عارف يعني لأي مدى بتكون. والله دكتور يعني من خلال المبادرات اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي والخدمات الذكية والتطبيقات، تحس إنه كأن هيئة الصحة كانت جاهزة، يعني بالضبط. تم يعني التعامل مع الوضع الحقيقة بكل سلاسة، وأهم شيء يعني تم وضع يعني بعين الاعتبار يعني خدمات المتعاملين هيئة الصحة بدبي. بالضبط إيه أكيد. إيه هو يعني الخدمات هذه كانت يعني أوريدي موجودة قبل ما جائحة تبتدي، بس يوم ابتدت يعني صارت الخدمة طبعا فعالة، والحمد لله يعني خدمة ممتازة. صحيح. دكتور علي السعاتي أخصائي طب الأسرة بمركز ند الحمر الصحي، شكرا لك دكتور، ونبارك لكم الحقيقة هاي الإنجازات والمبادرات المستمرة، واللي الحقيقة يعني تهدف إلى سعادة متعاملينكم. وهذا طبعا نحن دائما نقول إن هذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. كل الشكر والتقدير دكتور علي. شكرا. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة، ومثل ما نقول دائما بأن هذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. في النهاية أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله غدا في نفس الوقت، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.